أبنائي الطلبة، أرحب بكم معنا اليوم مرة أخرى لنكمل مشوار رحلتنا السابقة في النص الأدبي الوطن، ونتابع ما تبقى من أسئلة هذا النص. قصيدة بعنوان الوطن للشاعر عدنان مردم. يبلى على الأيام كل جديد، ويد البلا تلوي بكل مشيد، وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. حب الديار شريعة لأبوة في سالف، وفريضة لجدود. كم مهجة إثر التراب دفينة، عصفت مصفقة بغير وريد. تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى بحنين مشتاق ووجد عميد. قف خاشعا دون الديار موافيا حق الديار على المدى بسجود. هذه الديار صحائف مرموقة جمعت من الأنباء كل تليد. في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف شهيدي. إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيد، وأرى جحافلهم ترامى غربها كاليم يزخر عاصفا بحديدي. هذه الديار مرابع لأبوة في سالف، وذخائر لحفيدي. رتعت بها آباء صدق حقبة بقشيب أفواف لهم وبرودي. طهرت مدارجها كأن ترابها ركن العتيق بجفن كل عميدي. ما كان بدعا والحمى شرف الفتى، صون الديار بمقلة وكبودي. وطني وتلك جوارحي لك من هوى هتفت كساجعة بجرس نشيدي. أسئلة المستوى الفني. برزت ملامح المذهب الاتباعي في النص، هات سمتين له ومثل لكل منهما بما تراه مناسبا. من سمات المذهب الاتباعي التصريع في قوله جديد مشيد التي ظهرت في البيت الأول، الألفاظ الجزلة العتيد مصفقة جحافلهم، التراكيب المتينة
قف خاشعا دون الديار موافيا. السؤال الثاني: بما تعلل كثرة الجمل الإسمية في النص؟ الجمل الإسمية تدل على الثبات والاستمرار في الصفة والحال، فأكد على استمرار حب الوطن وثبات مكانته العريقة. السؤال الثالث: بدت ذات الشاعر واضحة في النص من عدة مؤشرات، بيّن ذلك من خلال تتبع المعجم اللفظي في القصيدة وحركة الضمائر. المعجم اللفظي، أمثلة عليه: حب، مشتاق، وجد، مهجة، تهفو، ألمس، أرى. حركة الضمائر، نلاحظ بداية استخدام ضمائر الغائب يبلى، يهفو، ثم انتقل إلى المخاطب قف، ثم إلى المتكلم لتظهر ذاتية الشاعر: إني، ألمس الضمير الغائب أنا، أرى الضمير الغائب أنا، ووطني، طبعا ضمير المتصل الياء. السؤال الرابع: استخرج من البيتين الرابع والسابع صورتين ثم وضحهما واذكر وظيفة لكل منهما. في البيت الرابع الصورة مهجة عصفت، المشبه مهجة، المشبه به الرياح، حذفه وأبقى على شيء من لوازمه عصفت على سبيل الاستعارة المكنية. من وظائف الصورة المبالغة، شرحت الصورة معنى مدى حب الأرواح للوطن على وجه المبالغة، فبالغ الشاعر في وصف قوة مشاعر الحب تجاه الوطن فشبهها بالمثل الأعلى وهو الريح العاصفة، فأقنع المتلقي بصدق المعنى. في البيت السابع الصورة الديار صحائف، المشبه الديار، المشبه به الصحائف، حذف الأداة ووجه الشبه فالتشبيه بليغ. وظيفة الصورة لنأخذ الشرح والتوضيح، شرحت الصورة ووضحت معنى عراقة الديار وتاريخها الأصيل، فانتقلت من الواضح إلى الأوضح فأقنعت المتلقي بصدق المعنى. السؤال الخامس: حفل النص بمصادر ثرة للموسيقى الداخلية، مثل لثلاثة منها من البيت الأول. من مصادر الموسيقى الداخلية في البيت الأول: التصريع، جديد، مشيد، أيضا تكرار الألفاظ ومشتقاتها، يبلى، البلا، وأيضا تكرار الأحرف مثل تكرار حرف اللام، يبلى على الأيام كل، البلا تلوي بكل. هات شعورين عاطفيين برزا في المقطع الثالث، ثم اذكر الأدوات التعبيرية التي أسهمت في إبراز كل منهما. شعور الاعتزاز في البيت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أداة التعبير التراكيب، مثال: هذه الديار مرابع لأبوة، الألفاظ مثل الديار العتيق. شعور الحب في البيت الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أداة التعبير التراكيب، مثال: تلك جوارحي لك،
والألفاظ مثل عميد، كبود، هون. التطبيقات اللغوية. السؤال الأول: ادرس مبحث توكيد الجمل مستفيداً من الحالة الواردة في البيت الآتي: إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيد. نوع الجملة اسمية: أنا ألمس. تؤكد الجملة الاسمية بلام الابتداء أو إن أو أن أو القسم. أكدت الجملة بمؤكدين: إن ولام الابتداء التي تحولت إلى اللام المزحلقة عند دخول إن عليها، فأصبح الأسلوب خبرياً إنكارياً. السؤال الثاني: حول كم الخبرية إلى استفهامية ثم أجري التغيير اللازم فيما يأتي: كم مهجة إثر التراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريد. كم الاستفهامية يأتي بعدها اسم مفرد نكرة منصوب يوضحها ويميزها ويعرب تمييزا، فتصبح: كم مهجة إثر التراب دفينة. السؤال الثالث: أعرب البيت الآتي إعراب مفردات وجمل. وأرى جحافلهم ترانا غربها كاليم يزخر عاصفا بحديد. الواو استئنافية: أرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. جحافلهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة الجمع. ترانا فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. غربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. كاليم الكاف حرف جر، اليم اسم مجرور بالكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل ترامى. يزخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. عاصفا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. حديد الباء حرف جر، حديد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل عاصفا. نأتي إلى إعراب الجمل. جملة أرى استئنافية لا محل لها من الإعراب.
ترانا غربها ويزخر في محل نصب حال. السؤال الرابع، اذكر الوزن الصرفية للأسماء والأفعال الواردة في البيت الآتي: وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. الأسماء والأفعال الواردة: تشيب وزنها تفعل، ناصية فاعلة، الرجال الفعال، وجدهم فعلهم، لديارهم لفعالهم، يأتلي يفتعل، بمزيد بمفعل. أبنائي وبناتي، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة المرجوة، متمنية لكم دوام النجاح والتفوق والمثابرة للوصول بوطننا الغالي إلى العلا، ودمتم بخير.